عندنا البعيد اللي هي البعيد لهنا اللي هي اي البعيد عندنا اي وهي ايوب وشبيطه وجايين اي عنا اي وهي هذوما نداء للبعيد وعنا للقريب اي واي فقط اكهو اي واي هذوكم الوحيدين للي للقريب الاي هذه راهي تتفهم حسب السياق الجمله كاين الجمله للقريب راه العبد يبدا بحذايا معناها بحذايا باش نعيط يا فلان بحذايا والا يا مثلا يا ابن امي في عند ابو القاسم الشابي يا ابن امي لشكون يعيط للبعيد للناس الكل اما لهناك انا نقول يا سرور يعني سرور بحذايا انا نعيط لعبد بجنبي هذه بالنسبه لل لل للحروف النداء المنادى المنادى في قواعد مثلا باش نعيط يا اخي يا ولا بنيتي هذو ما نسوش كيفاش كيف كيف ورد كيف ورد مركب اضافي مركب اضافي اضافي صحيتي اماني مركب اضافي ورد مركب اضافي يعني انا ضمير بشرطه باش يكون مجرور ماهوش منصوب باهي هذا النداء احنا عندنا معاني في النداء عندنا معاني بلاغيه في النداء اللي هي عندنا مثلا كي انا نعيط لواحد مش نعيط و صديقة و صديقة الو هي لكن في المعنى لهنا هي معنى تؤدي معنى الندبة هذه الو هذه تؤدي معنى الندبة ما كنتوش معاني الجميع خرجوا معاني يا لله يا لله الاستغاثة شنو هذا؟ الاستغاثة الاستغاثة صحيتي هذا للاستغاثة شنو المعاني الاخرين اللي قريتوه؟ قالت هذا مباركة داخلي هذا مباركة اللي هما الندبة والاستغاثه كهو اي هذايا التلخيص نتاع درس النداء هذاك تلخيص النداء واضحة الصبورة؟ واضحة مدام شذا وأيوب واضحة الصبورة؟ أي هي في ساعة نقل التلخيص نتاع الدرس
ليه لهنا عندنا زاد حالات الرفع. وين هو حالات الرفع لهنا وقتاش وقتاش المعرب اللي المعرب مرفوع وقت يبدا معرب وقت كي يبدا كي يبدا نكره صحيتي نكره مقصوده كيما شنو نكره مقصوده كيما شنو بنايا مثلا يانو يا سورو يا أماني هذوما يتسمى نكرة مقصودة مقصودة بالنداء صحيح يا إما اسم علم مفرد لازم يكون اسم العلم مفردة وإلا نكرة مقصودة بالنداء تكون علامة علامة تكون لكل منادى مرفوعا كي يبدا معرف بالالف واللام يبدا معرف بالالف واللام مرفوع يبدا مرفوع زادك يبدا معرف بالالف واللام يبدا مرفوع مادام كي يبدا مركب اضافي يبدا منصوب يبدا مركب اضافي يبدا مجرور بنيتي اخي هذيك اماني ما طمن الامان ايوه مدى عندنا زيد كي يبدا معرف بالالف واللام مثلا يا شنو ايها ايها الساعي اوك عمل هنا اسم منقوص ايها الساعي متى تكلم منقوص علامه بتاعه مرفوع ايها الرجل اي هذه اسم منقوص شفتي هذه ايها الرجل ها ايوه الرجل هذه مرفوع يبدا معرف بالالف ولا كملتوا مدام تقربنا يعني طيب المنادى جيت المنادى نبدأ بتويكا نمشي ولدرس الدعاء درس الدعاء كمل
ب. عن الدعاء، الدعاء هو حاجتي، الدعاء ولا دعاء بالخير، الخير ولا دعاء بالنسبة للدعاء بالشر. عن الويل لك، دعاء كيف شنو مثلا؟ اعطيني مثل. احسنتي تبا تبدا. انا هذه مختزله، ندعي ندعيها الكل ليك. شنو نقول؟ تب الله. ليه ما تجيش تب الله؟ خاطر هو كان هنا نحن نسالني وقلنا نجم تجي تبك او تب. فانا اتمنى تب لك، ادعو تب لك. اتمنى ولا ادعو، ادعو لك ولا ادعو تبا لك. ادعو تبا لك، انا ادعو، ادعو تبا لك. ها يبدا بالخير، يبدا بالخير، يبدا بالخير. رحمه الله، رحمه الله، جزاه الله. صحيت ب. رحمه الله ولا جزاه الله خيرا؟ جزاه الله جمله. ادعو لهنا رحمه الله، هي جمله تامه على خاطر نجي نصنفوا رحمه الله. رحمه الله لهنا رحمه فعل اللي هو هذي شنو؟ مفعول به، والله هو الفعل. مفعول به والله هو الفعل، لان فعل وفاعل، فعل ومفعول به وفاعل، يعني الجمله جمله تامه، تامه جمله فعل. فعليه تامه. هذا الدعاء، هذا شنو نجمو ناخذو، هذا شنو نجمو ناخذو في الدعاء؟ الدعاء هو جمله، يعني عندنا دعاء بالشر وعندنا دعاء بالخير، لا اكثر لا اقل. انتم لازمكم تفرقوا ما بين الجمله اللي فيها دعاء بالشر والجمله اللي فيها دعاء بالخير، واللي تبدا مختزله واللي تبدا مختزله واللي تبدا مش مختزله. كاني ماهيش مختزله، راهو عندنا حاجات ناقصه لهنا. شوفوا لهنا مادام هي جمله مختزله يعني فما حاجات ناقصه. الحاجة الناقصة لهنا هي بالطبيعة الفعل، الفعل والمفعول به، والفعل والفاعل، الفعل والفاعل. نوات إسنادية في الدعاء ديما الله هو الفعل والمفعول به بالطبيعة أنت ولا الإنسان المدعو عليه، هذا الداعي هو مثلا أنا ديما مش موجود. الفاعل هو الله، والهذية المدعو مدعو عليه، وإلا عن المدعو له. رحمه الله هذه مدعو له. هذيك هي أركان النداء، وهذيك كيفاش نعرفوا النداء. المهم نعرفوا كيفاش نختزلوا النداء، الدعاء كيفاش نختزلوا الدعاء، لا أكثر لا أقل. هنا وضحت لكم السبورة للأولاد. أي مدام، أي مدام، وخاصة لهنا الجملة اللي صندقناها. كملوا اكتبوا هذا باش نهبط لكم الجملة اللي صندقناها. كتبت مدام انا ولا
كملتم؟ اي مدام ب هذه صدقتوها الجملة؟ ب الجملة والدرس الثالث اللي هو الحذف ومواطنه. الحذف ومواطنه، الحذف ومواطنه لهنا. الحذف ومواطنه عندنا احنا باش نسألوا ديما نسألوا سؤال. السؤال باش يكون مثلا أين أين كنت؟ أين كنت؟ نقطة استفهام. كنت في الملعب. لهنا الإجابة باش تكون إجابة. عندنا زوز إجابات، إجابة تامة. تامة وإلا مختزلة. التامة باش لقد كنت في البيت. المختزلة باش تكون في الإجابة التامة. عاودها أمان الإجابة التامة. لقد كنت في البيت. علاش لقد؟ علاش حطيتي الإثبات؟ خليها جملة بسيطة، خليها بسيطة جملة باش نجمي تجاوبي عليها. كنت كنت كي تبدا مختزلة كنت البيت. في البيت طول كنت في البيت، هذه الإجابة التامة. أعطيني الإجابة المختزلة. في البيت في البيت أنا عندي كنت في البيت وعندي في البيت لهنا هذوما الزوز. هذه الجملة باش نصندقها كنت بعيد شنو؟ نسخ 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 فعلي وتو تو فاعل اسم ناسخ عمرها ما كانت فاعلة أماني. اسم ناسخ خاطر جملة اسمية، هذه الجملة جملة اسمية. قبيلة وقي مع الجملة الأخرى فعلي. جملة اسمية نعرف جملة اسمية بيه. اسم ناس وهذه في البيت خبر ناسخ مركب بالجر. يعني لهنا العناصر المحذوفة، العناصر اللي حذفناها من هي الناس من الجملة هذه هو الناسخ مع اسم ناسخ اللي قعد لنا لهنا كان خبر الناسخ. يعني رانا النجم نحيو المسند، معناها نحيو الاول هذا الكل والمبتدا ونخليه الخبر، كما النجم نحيو الفعل والفاعل. مثلا اين لعبت؟ اين لعبت؟ اين لعبت؟ نجاوب عليها باجابه تامه واجابه مختزله. نجاوب باجابه تامه نقولوا لعبت في الملعب، والإجابة المختزلة في الملعب التعاون. نصندق الجملة لعبت في الملعب. أنا لعبت في الملعب كنصندقها شنو هذيك؟ لعب فعل. لعب فعل. تو فعل. فاعل. في مفعول. مفعول فيه للمكان وركب الجرش عندنا فيه. يعني شنو اللي ناقص لهنا؟ عندنا نحينا الفعل، نحينا الفعل. يعني في الدوفوار يسألوكم شنو العناصر اللي تنحات، انا وحدي طول نجاوب البروف
بتبيع بورقة نسخ نكون صندقتها جملة وجاوبت عليها تام وغير تام. وبعد إن نقول راني أنا نقصت يا إما المبتدأ والخبر يا إما المبتدأ يا إما المبتدأ وخليت الخبر يا إما الفعل والفاعل يا إما الفعل والفاعل والمفعول به وخليت كلمة متمم اللي هو مثلا خليت كلمة مفعول به للمكان وإلا خليت كلمة خبر نجم يكون خليت كلمة مبتدأ را نجم يكون خلي كلمة مبتدأ هكا هذايا الجملة الحذف ومواطن فسخوا كملتوا نقلتوا لي في السبورة مزات لي الجملة لعبت في الملعب اللي قبل هكا رجعت لكم الحذف ومواطن مدام كمال باهي يعطيكم الصحة ناخذوا الاسم المقصور والمنقوص والممدود ما كنتش انتوما ما كنتش تعديوا عليه معناها زيد باش تفهمون المقصور بركة ما كنتش تعديوا عليه الممدود والمنقوص احنا هاوش نفهموهم الكل على خاطر هما باش يتعداو باش يجيو اذا كان جاو الثلاثة هات نفهموهم الكل نبداو بالاسم نبداو بالاسم المقصور معناها اسم مقصور يعني راهو ينتهي بألف مقصورة إيه من غير النقط ينتهي بألف مقصورة مثال المستشفى عنا المستشفى وإلا مستشفى يعني معرف بالألف واللام مستشفى إحنا باش هذوما باش يلزمنا نفنيوهم عندنا الجملة المستشفى هذه باش نفنيوها في المثنى مثنى عندنا مستشفياني وكيما وكي باش نجمعوها تولي مستشفياني ومستشفيات هذايا بالنسبة للاسم المقصور الاسم المنقوص
المنقوش. هو هو اسم اسم فاعل. بشو المنقوص بشو؟ القاضي. بيه بفيل القاضي. الساعي المحامي إلى غير ذلك. عنا في المثنى القاضيان. القاضيان. وفي الساعيان. وفي الجمع تولي القضاة. 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 وفي السعات. ب هذا الاسم المقصور المنقوص. ناخذ الاسم الممدود. الممدود الممدود هو الذي ينتهي بألف ألف مد مع همزة. كيف سماء ماء ماء فضاء أسماء اللي هي طفلة. عرجاء اللي هو عيب. صفراء اللي هي وصف. حمراء. حمراء صفراء زرقاء دجال الوان خلدك بالألف المد مع همزة. يعني لهنا عنا عرجاواني. عرجاواني. سماءاني. سماءاني. صفراواني. لهنا في الصفراواني في الجمع بتاع الاصفر تولي صفرا. 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 عرجا. والسماء. والسماء سماوات. سماوات والارض. مدام كملت. صحيتي اماني. بها باش نبارطاجي لكم تويكا الدفوار اللي باش نبداو بيه. نبداو بيه الخدمه ونصلحوه مع بعضنا وبعد نخدموا مع بعضنا معاني المزيد. مدام في معاني المزيد صحي مزيد بعنصر نورمال ما قريته مش مزيد بعنصرين وبثلاثه عناصر. لا قري لهم قريتوا المزيد بعنصر. لا قري لهم ثلاثه. اشو هما وقت قريتو؟ اه وقتاش قريتوهم هيك مش مشكله يتراجعوهم مع بعض.
مدام تنجم تكبرنا فيها؟ قلتي أماني؟ مش تكبرنا فيه؟ أي يمشي نكبر لكم ومش نقرأ لكم بجا. نقرأ النص. بنقرأ النص الكل مع بعضنا. أقري أمين. هاتوش تطلع لي شوية. نطلع شوية كيفاش باش نطلع هذاك هو تبدأ غادي هي. النص. ناتت العجوز ربيحة وهي داخلة بقفة التراب فوق ظهرها إلى فناء الدار. يا رقية تعالي ساعديني في وضع القفة على الأرض. أقبلت رقية مسرعة فوجدت حماتها تنوء بقفتها فقالت لها مستنكرة في عطف لماذا كل هذا التراب؟ إن ظهرك سينقسم من هذه الأعباء. وماذا أفعل؟ لم يعد لدي وقت كالماضي والمدرسة ستفتح عما قريب. توقفي عن الفخار لسنا في حاجة إليه الآن. إنك تعملين والحمد لله، قالت العجوز وقد ارتاحت من حملها. أتظنين أني أصنع الفخار من أجل كسب القوت فقط ولأي شيء إذن؟ لو ملكت ما ملك قارون لمن قطعت عن الفخار. إن أصابعي في حاجة إلى لمسه كصاحب الدخان. إتني بطاس ماء أغسل أطرافي. عرقت حتى لصقت ثيابي على جسمي. ذهبت رقية تأتي لها بالماء وشملت هي عن ساقيها تنظر إليهما بإمعان. فبماذا تفكر؟ في سباها أو تفكر في حياتها الجافة منذ أن فارقها زوجها؟ إن من في سنها لا يحيا بالأمل لكن يحيا بالذكريات. أحسنتي. إذن به تويكا باش تكتبوا الأسئلة على كراسيتكم باش نرجعوا للنص بسرعة. نكتبوا أربعة أسئلة نكتبوها مع الكراسات وبسرعة.
لما انتوا نرجع لكم للنص. اي مدام في ساعة لا قلت لك اي كملنا سبع. كملتوا الأسئلة النص؟ كملتوا أسئلة النص؟ بيه نمشي ونجاوبوا على أسئلة النحو بنوع الجملة ودرجة تركيبها ما كنتش تعديوا على الدواء. ماشي صراحة بيه تحبوا تخدموها اكتبوا اي ماشي صعيبة والله لا سمعت لهني اين عديوا عليها ملكي كي تعديوا عليها ملا شوفوا لهنا عندكم الجمله في الجدول عندكم الجمله من نوع بين نوع الجمله المسطره ورتبتها درجه تركيبها انتم باش تاخذوا الجمله
معناها الجدول هذا باش تعاودوا علاش؟ على خاطر الجدول فيه النوع والتعليل تاعو. انتوما تاخذوا تكتبوا الجمله النوع الرتبه درجه التركيب والتعليل. علاش رتبتها مثلا كان استئنافي؟ تقولوا لي علاش استئنافي. فهمتوا به؟ في ساعه نقلوا الجدول. والتمرين الثاني اللي هو حدد معاني ادوات الاستئناف، وبعد باش نثريو الجمل. هي تعطيونا نقلوا الجدول الاول والجدول الثاني، وفي ساعه بالله وباش نرجع لكم للنص خاطر تجاوبوا عليه من النص.
ناخذ أثري الجملة بجملة اعتراضية تفيد الدعاء. استخرج من النص اسما مقصورا واسما ممدودا واسما منقوص. ثني واجمع. أكهو معنا باش تخدموا التمرين الثالث والرابع والخامس أكهو ونصلحهم بسرعة. فما دام مسجت ترجعنا دقيقة النص. أنتم كمان تكتبتوا الأسئلة الثلاثة وأربعة وخمسة؟ هذو معناه صورتوهم ولا شعملتوهم؟ إي سيبون. باهي سيبون. باش نشوف النص يعني. أهم كهو. باهي عندكم سؤالي باش تثريو الجملة، خليني نقول لكم على الجملة باش ما الجملة هي للإثراء. توقفي عن الفخاري، هذيك الجملة باش تثريوها باش تخرجوا اسم مقصور وممدود ومنقوص من النص.
هاي باش نصلحوا الدفوار الكل. انا عندي النص قدامي، انتم حاولوا تطبعوا النص ولا شنو مش تعملوا. بيه نص قرينيه سيئ، انتم عملتوا له كابتور ولا حاجه؟ خلينا نبداو. بيه النص السؤال الاول هو صوغ موضوعا مناسبا للنص. شنو الموضوع اللي صوغتوه؟ هاي يا اماني وين، شنو الموضوع اللي صوغتوه للنص؟ يروي النص حب العجوز ربيع حال العمل في صناعة الفخار. يروي وإلا يتمحور النص حول حب العجوز لعملها وهو صناعة الفخار. إذن ما كانت العمل في حياتي العجوز. السؤال الثاني، يبدو عمل العجوز شاقا مقارنة بالسن، استخرج من النص ما يدل على ذلك. شنو اللي يدل على ذلك من النص؟ إن ظهرك سينقسم من هذه الأعباء. إن ظهرك سينقسم من هذه من كل هذه الأعباء. السؤال الثاني، ما سر تمسك العجوز بعمل الفخار رغم مشاقه؟ بين من خلال ذلك مزايا العمل في حياة الإنسان ماديا معنويا، ماديا ومعنويا. مزايا العمل بالنسبة للأمور المادية، العجوز غير عابئة بالأمور المادية. بالنسبة بالنسبة معنويا، يحقق سعادة الإنسان معنويا، يحقق سعادة الإنسان. فالعجوز سعيدة بما تأتيه يداها. تضمن السعادة النفسية. أحسنتي، السعادة بصفة عامة وتحقق معنى للحياة. معنى للحياة. إن من سنها لا يحيا بالأمل لكن يحيا بالذكريات. إذن يحقق حياة سعادة الإنسان ويحقق إنسانيته وانشداده لمسار حياته. ماديا هو ماديا ومعنويا يحقق إنسانية الإنسان، راهو يحقق للإنسان وجوده، وجود الإنسان يتحقق بالعمل. اشرح نعود إلى النص. فوجدت حماتها تنوء بقفتها.
تتحرك ببطء، تتهادى. حطوا تتهادى. الأعباء، الأعباء الأحمال أو الأثقال، الأثقال الأحمال أو الأثقال. بين نوع الجمل المسطرة ورتبها ودرج تركيبها، ورتبتها ودرج تركيبها. معنى الجمل المسطرة عنا أقبلت رقية مسرعة. جملة، أولا الجملة فعلية بسيطة استئنافية. لماذا؟ لأنها تحيل على وجود حديث سابق لها، يعني على وجود أحداث سابقة لها. ب، فوجدت حماتها تنوء بقفتها. جملة استئنافية، أول حاجة جملة فعلية استئنافية مركبة لأنها استؤنفت بالفاء، والفاء هي حرف ثم إنك تعلمين والحمد لله. عنا إنك، أولا هذه جملة استئنافية اسمية بسيطة مركبة، مش بسيطة، هذه إنك تعلمين مركبة. استئنافية لأنها تحتوي على ضمير متصل. الحمد لله الجملة اعتراضية بسيطة، اعتراضية لأنها جملة دعاء، لأنها جملة دعاء. هذا بالنسبة للأدوات المسطرة عنا. و، الو هي الجمع بين الأحداث مع الترتيب. الأو، دون ترتيب، جمع الأحداث دون ترتيب. أو هنا في سباها أو تفكر في حياتها. الشك، لكن الاستدراك، لكن الاستدراك. إذن هذا بالنسبة لي التمرين. الأداب، المعنى أثري الجملة بجملة اعتراضية تفيد الدعاء. توقفي هداك الله عن الفخار، توقفي هداك الله عن الفخار، توقفي وفقك الله عن الفخار، حتى رحمك الله زدت جي. استخرج من النص اسما مقصورا واسما ممدودا واسما منقوص. باي بالنسبة للاسم لازم نقول اي ممدود عنا فناء ماء، والمقصور عنا سباحة سباء، والمنقوص عنا الماضي. احسنت، يعني الماضي. نبدأ بالمقصور، المقصور هو سباحة سباء، وعنا الممدود ماء، نوقف فما بالماء، ماء ماء اعباء لعب ل، ديما نرجعوا الجملة. وعنا فناء، وعنا الماضي هو الاسم المنقوص. ب، ثني واجمع ما يلي. الكنة الصغرى والحمقاء لا تفقه قيمة العمل الحقيقي. المثنى أمان، ها في المثنى كيفاش؟ الكنة تاني الصغرى، الصغرياني مؤنث في المثنى. هاي لا، والحمقى واني، صغرياني والحمقى واني، لا تبقى هاني قيمة العمل الحقيقي. الكن ال هاي الصغريات الحمقى واتو لا تفقهن قيمة العمل الحقيقي.
الحقيقي فقط. باش ناخذ ورقه اخرى باش نفهمكم معاني المزيد. كلكم باش اليوم لازمنا نفهموا معاني المزيد، ما قريته لكمش انا قبل معاني المزيد. ما قريتوش قبل معاني المزيد انا عندي انا. نسيت. وهذه ليه؟ ليه ليه ما قريتوش؟ نقراوا اليوم مع بعضنا خير. ليه؟ باش نقراوه اليوم مع بعضنا نفهمه لكم ونعملوا عليه التمارينات. غير المزيد شنو اخر ما قريتوش؟ شنو الحاجه اللي تحبوا تقراوها اليوم الراجحين؟ عموما سبق ولا لا سمعتك؟ عموما سبق. باهي خلينا نقراوها معاني المزيد ونزيدوا نعملوا عليهم الدفوار ولا شويه تمارين. معاني المزيد صفحة 148 من المفروض انتم خدمتوهم معاني المزيد. نبدأ بالمزيد بحرف اللي هو أفعل. ناخذوا المزيد نكتبوا نعملوهم نحن في شكل جدول باش ما نقعدوش خاطر معاني المزيد هما ثلاثة كهو في المزيد بحرف. عندنا ثلاثة كهو اللي هما معنى اثنين ثلاثة اللي هما معنى أفعل وفعل وفعل. عنا أفعل أفعل فعل فعل. به بالنسبة للأفعال عن ناخذ ديما الفهم بتاعنا نحاول نفهمه في جملة خير على خاطر إذا كان ما نفهموش في جملة ما نفهمش نفهموه. مثلا نكتب في أفعال أجلس أجلس الرجل ابنه على ركبتيه. به هذه أجلس شنو عمل الراجل؟ أجلس أي جعله يجلس. صحيتي جعله يجلس على ركبتيه يعني لهنا
نحطوا المعنى جعله صحتي جعله يجلس على ركبتيه نقطتي الجعلي به هذه بالنسبة للمعنى له. المعنى الثاني أقحل هيت ناخذ أثمر وأصبح مثمرا الصيورة هاو نحطه لهنا أزهر الحقل فين الحقل قاحل وبعديك ولا مزهر يعني مزهرا الصيرورة صحيتي صار مزهرا نقطتي الصيرورة أبحرت السفينة شنو عملت السفينة؟ الدخول في المكان يعني دخلت البحر صحيتي دخلت البحر إذن المعنى بتاعها الدخول صحيح الدخول في المكان هذا بالنسبة لأفعال راهي عندها ثلاثة معاني المعنى الأول الجعلية المعنى الثاني الصيرورة المعنى الثالث الدخول في المكان ناخذ فعل فعل ناخذ الجملة الأولى علم الجعلية الرجل التلميذ القرآن مدام الجعلية لهنا علمه القرآن أي جعله يتعلم هو القرآن صحيتي يعني لهنا ايش عنا المعنى اللي هو معنى الجعلية لهنا نحط علم القرآن نقطتين جعله نفسرها عاد احنا يلزمنا كل حاجة نقولها نفسرها أنا قلت الكلام هذاك نقول علاش قلت به لهنا جعله يتعلم القرآن باهي جعله يتعلم القرآن يعني لهنا المعنى بالصفة علينا باش نخرجوا معنى الجهلي هذا المعنى الأولاني المعنى الثاني قتل الجندي الأعداء حسب رأيكم شنو المعنى لهنا قتل المبالغة يعني لهنا بالغ في قتل المتكلم في وصف الحدث باهي كثر لها معناها تحسوا كثر لها في الحديث يعني لهنا بالغ الجندي ولا بالغ المتكلم يعني لهنا المبالغة والتكثير راكم تنجموا تفهموا هذا الدرس هذا كان بالسياق معناها بمخك تنجم تفهم مش بالقواعد بمخك تنجم تفهم اسمك انت تعرف المعاني كل تحفظها
مع المزيد بتبيعتكم تعرفوا ما تعرفوا أو زين المزيد بكل يعني ما يزيد عليكم خطر عني ولا قريتوهم اللي به الفايدة إنك بمخك يلزمك تفهم المعنى اللي يقصد فيه المتكلم الكتيبة المكتوبة ذيك زين نعرف المعنى متاحنا المبالغة والتكثير. إيش بي أحمد ما جيش اليوم؟ مش عارفة حصة مراجعة؟ لا يعرف. ولا ليش ما جيش؟ به نكتبوا شرقت القافلة يعني إيش عملت؟ اتجهت في المكان اخذي اتجاه صحيح يعني لهنا اتجه في المكان نحط المعنى بتاعها الاتجاه في المكان الاتجاه في المكان ب عنا زيادة هذه زمنا نفهموها بالكدي بالكدي عن سبحا هذه مش نفهموها هذه نشدوها في مخاخنا هذه فكرة نشدوها في مخاخنا عن سبحا وإلا حوقلا وإلا رجعا هذم سبح شنو من المفروض شنو يقول سبح المبالغه لا لا شنو يقول هو سبح سبحان الله صحيتي لهنا قال سبحان الله في الاولاني سبحان الله ومن بعد حوقلة يعني قال لها حوله لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله يعني هاك نحكيه على أمور دينية رجع بقى عشان أعطيك أنا جملة نعطيك مثال ولا نقرب لك نقوله رجع الرجل عند سمعه مدام مانيش نسمع فيك موت ولا عنده سمعني بموت جاري مدام زيش تعاود لي ما كنتش نسمع فيك رجع الرجل عند سماعه خبر موت جاره بقى نحن كنسمع خبر الموت شو نقول شنو نقول كنسمع خبر الموت ما عرفتوا هيش؟ نعش رامي نعرفها أصلاً هي قول يقول قول نقولوا إن لله وإن إليه راجعوا ساحت راجعوا هذه رجع يعني لاني أخذ الجملة مطولها ونحن قلناها في كلمة واحدة يعني شنو معناه يعني شنو معناه اختزلناها صحيتي اختزلناها صحيتي أما إحنا لاني في المعاني المزيد ما نقولش اختزال نقولوا اختصار اختصار العبارة يعني هذا تسمى اختصار العبارة أهم حاجة ترتاحوا منها اللي هي هذه وزن فاعل وزن فاعل عنده معنى واحد اللي هو المشاركة مثلا سيارة القومة شاركهم المسايرة شاركهم في السايرة هنا نحط المشاركة صحيح يعني لأننا
معنى المشاركة. مشارك ب. هذا المزيد بحرف هذا المعاني نتاعو. ما عندناش معاني أخرى في المزيد بحرف كان الأوزان هذم والمعاني هذم أتاعو. هذا من المعاني وهذا من شكون ما هوش فاهم حاجة في المعاني هذا يقول لي شكون ما هوش فاهم حاجة. صافا مدام ما نساش نعمل كابتور لحظة. اصبري شوي خليني نستني لحظة شاذي خليني نصوتوا الجدول دركي فيه تعمل. هذا الجدول ديالنا بيبقى تشوفوا فيها الأرقام. Thank you.
ناخد ورقة واحدة أخرى باش ناخدوا فيها مع المزيد بحرفين. معاني المزيد بحرفين هما خمسة مزيد، معناها خمسة عناصر، خمسة أوزان. ناخدوا خمسة، واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. ناخدوا هما وعلى، نكبروا شوية في الكتيبة. تفعل تفعل ب تفعل 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 انفعل افتعل افتعل افعل. هما هذوما هكاهو افعل ب هذوما الأوزان اللي ناخذوهم ديما ونخدموا عليهم المزيد عنصر عن أول سنة وتفعل. شوف هذه باش تجمروها زادة يلزمكم يلزم تاخذوا الكلام باش نقولوا انا اليوم وتجمروا به. عندنا مثلا ادبت ادبت الولد الولد فتادب. كيما تلقوا الوزن المزيد هذا تلقوا المزيد هذا وين هو المزيد هذا هذا هو مشتق من فعل الجملة اللي هو هيك مشتق من فعل الجملة أدبت فتأدب أعرف اللي راه ضربت إخي تربى لهنا المطاوعة المعنى هو المطاوعة طاوعوا في الحكاية هذيك المطاوعة ب عنا زادة تخط المتسابق خط النهاية بصعوبة. حسب رأيكم شو عملنا هنا تخطى على وزن تفعل هذا هو الفعل المزيد هاو شنو عملنا حسب رأيكم شنو هو معناها تعدى أما كيف بصعوبة يعني عندنا يتخطى خط النهاية بذل الجهد عندنا ترشف 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 أبي قهوته ترشف على وزن تفاعل بقي عاود فيه الفعل برشا مرات يعني شنو يعني تكراره تكرار الفعل والا تكرار الفعل والا القيام بالفعل تدريجيا يعني نحطوا المعنى الثاني
وانتم تختاروا بعد القيا كما تجرع المريض الدواء على وزن دفع على القيام بالفعل تدريجيا. ب عنا زاد تبخر ولا تبخرت مياه البحر؟ تبخرت مياه البحر. تبخرت مياه البحر كان البحر، شوف البحر كان سائل كان ماء بعديك ولا بخار، يعني كيفاش يعني شنو صار؟ الحالة الأولى حالة سائلة والحالة الثانية تبخر بخار، شنو هو اللي انتقال الفاعل إلى حالة. يعني من الحالة السائلة ولا حالة ولا بخار. به هنا تبعوني في هذه على خاطر زاد بالقمارة، يعني عندنا تهود الرجل أو نقول تنصر الرجل، نبقاو ديما في الرجل خي نتنصر، وإلا تشيع الرجل، يعني شنو يعمل؟ شنو يعمل الرجل؟ تنصر، شنو معناها ساعة تهود؟ شنو معناها؟ جاوبوني شنو معناها تهود؟ وش معناها تنصر؟ وش معناها تشيع؟ بالنسبة لتهود لهنا باش نرجع لها أنا، تهود نحط قدامها المعنى بتاعها، تهود يعني أصبح يهوديا، تنصر لهنا أصبح نصرانيا، تشيع أصبح شيعيا. شنو معناها؟ معناها رانا لهنا المعنى هو الانتساب إلى مذهب أو إلى دي، الانتساب إلى مذهب أو دي. باهي هذا بالنسبة لي شو معناها تهود وتنصر وتشيع، تنجم تجيك مراكو الدفوار معناها عاودوا راجعوها. وعندنا توسد، توسدت ركبتا أمي ونمت، يعني اتخذت ركبة أمي وسادة لنا الاتخاذ في التفسير نحط توسدت يعني جعلت اتخذت من ركبة أمي وسادة، يعني رديتها وسادة. هذاك اش معناها؟ الاتخاذ معناها ناخذ الحاجة هذيك ونحطها في شكل حاجة أخرى، يعني وسادة ولا توسد المسافر حقيبته ونام، يعني الحال خذ الفاليز بتاعو واتكأ عليها ونام. هنا باعت، هذه باعدت بين أسرابي
النمل فتباعدت. مدام المطاوعة. صحيتي لهنا، صحيتي. القمارة هذه عجبتني، ديما حطيها في مفكر، دي بالك تنحام مفكرة خاطر راهي قمارة بالية، معناها ساعات الإنسان يوم مدام كل فعل يتعاود مرتين راهو مطاوعة. يبدأ فعل، معناها الفعل يبدأ من أول في أول الجملة ويوفى به الجملة، هذيك مطاوعة. نحطوا لهنا المطاوعة. به هذا بالنسبة الأخرى تشارك، تشارك الجيشان ولا تشارك الفريقان الرقصة حسب رأيك. المشاركة. صحيتي المشاركة، المشاركة شاركوا الزوز في رقصة. عنا تساقطت أوراق الخريف، تساقطت أوراق الخريف ولا أوراق الشجر، يتنحط في الخريف. ب احنا ساعات نقول الورقه مازال تشد، الورقه الاخرى قاعد هزها الريح، الاوراق الاخرين طايحين، يعني مش الكل يجيكوا مع بعضهم. شنو لهنا؟ حصول الفعل بصفه متتاليه، قاعدين يطيحوا تك 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 تك، اما مش في جره بعضهم، مش مع بعضهم، في جره بعضهم بالوحده بالوحده. حصول الفعل بصفه متتالية باهي. هذا حيوان نقطة الثاني، الثالث، الثالث والأخير معنا في التفاعل. عندنا تمارض الحمار حتى لا يذهب، حتى لا يذهب إلى العمل. نعرفها مدام، قوليها بالدارجة، قوليها بالدارجة. مرض روحه، مرض سب روحه مريض. صحيتي، سب روحه مريض. كيما مثلا تماوتت السمكة خوفا من الصياد. ادعت الموتى. ادعى. صحيتي لهنا، يعني عنا التظاهر. حس بتروح مريض، حس بتروح ميت، حس بروحه مريض. التظاهر، التظاهر بالشيء. هذايا فعل معناها وزن تفاعل، عنده أربع معاني: المطاوعة، المشاركة، حصول الفعل بصفة متتالية، والتظاهر. انفعل تو عنا انفعل في كيف كيف أماني، ركزي في هذه تطلعها في سفيس. قلبت العربة قلبت العربة فانقلبت. المطاوعة. هاي صحيحتي، المطاوعة ظاهر معناها المعنى على خاطر به. هنا المطاوعة. مدام قلت أنا المطاوعة قبل. شهدودة. شذابة. المطاوعة. حاولوا تجمروا هكا أماني وشذاء وأيوب والكل. ديما نقراوا النص، نقراوا ديما في 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 المات، في الانجلي، في الفرنسي، في العربي، في فما حاجات تتقمر، فما حاجات بالقمارة، فما حاجات بالحفاظة. احنا نحاولوا اكلي تقمروا نقمروا باش ما عندنا لهنا التظاهر مثلا هكا بالقمارة، المشاركة بالقمارة، المطاوعة، المطاوعة ديما بالقمارة، الجعلية بالقمارة زاد. عندنا اختصم الجيش، اختصم، نحط اختصم
الفريقة. باش تعاملوا الزوز مع بعض، تعارك يعني مشاركة. نوعا المشاركة صحيح، المشاركة المشاركة اختصما الفريقان يعني تشاركوا في ال تشاركوا في الخصام. الخصام به عنا الاخرين بالكل اللي هو افترش الارض، جعلها فراشا، اتخذ منها فراشا، اتخذ منها فراش يعني اتخاذ صحيتي، اتخاذ الفعل المفعول لنفسه، اتخاذ الفعل المفعول لنفسه. هذا ايش معناها؟ انفعل فيها ثلاثة معان، يعني المعنى الأول المتطوع، المعنى الثاني المشاركة، المعنى الثالث الاتخاذ. أكهو هذه هي بالنسبة الانفعل. انفعل هذه افتعل، راهي اختصما وافترش في افتعل. صح بالله. هذوكم لهنا مازال لنا كاين عندنا انبطح، انفعل فيها انبطح، انبطح الثور، انبطح الثور لهنا نحطوها القيام بالفعل تلقائيا وحده وحده كان قاعد عمل كاين انبطح. لهنا زيدة أحرقت الحطب فاحترق. المطاوعة. المطاوعة صحيح، هذه المطاوعة. المطاوعة افعل قا افعل اللي هو مثلا اعوج الغصن. شوف اعوج الغصن. الصيرورة. لا استني لحظة، وإلا اصفر وجهه كأنك على اعوج يعني تعوج، وكينك على اصفر يعني وجهه ولا في لونه اصفر، يعني يا اما الاتصاف بعين معوج والا اتصاف بلون اصفر، ولا احمر وجهه اخضر الغصن، يعني لهنا نحط الاتصاف بصفه، الاتصاف بعيب أو بلون. هاكا عنا افعل فيها واحد كهو فيها معنى كهو، وزن وزنها في معنى كهو. بيه شكون يحب يلاوي يقول تلاوني يصور ولا حاجة ما كانش نتعديه ولا المزيد بثلاثة حروف. فاهمين انتوما ولا نستنى؟ مدام لحظة خلنا نكتب. بيه كابتري هذوما خليني نهبط لك شوي خطر توسلت وهذيك ماهيش. مدام سي بون كتبتو اصلا ما به. هذا بالنسبه للمزيد بثلاث بحرفين، باش ناخذو تو نحن المزيد بثلاثه حروف. به المزيد بثلاثة حروف هما ثلاثة أفعال. مدام مدام لحظة آخر جملة. نعم آخر جملة متاع توسل.
عنا وزن استفعل وعنا وزن افعال. افعال وعنا وزن افعوعل. ب كين من استفعل عنا استغنى الرجل يعني ولا الغني الرجل. اسمعوا ساعات راهو ترجعوها شويه هكا للدارجه لحياتنا اليوميه باش تعرفوا المعنى. يعني في مخك ديما حاول تتذكر على الحاجه. استغنى الرجل يعني ولا غني يعني راهو المعنى بتاعه باش يكون انتقال انتقال الفعل انتقال انتقال الفاعل من حالة إلى حالة ولا نحط إلى حالة وكذا مش لازم من حالة إلى حالة إلى حالة. ب عنا هذايا في استغنى عنا استغفر. نحن استغفر إيش معناه؟ إيش معناه؟ قال استغفر الله يعني طلب من الله المغفرة. إذن لهنا الرجل استغفر الرجل يعني طلب المغفرة. إذن الطلب الطلب هذا بالنسبة الاستغفار. استصغر استصغر الرجل عدوه. هنا استصغر اعتبار الشيء على صفة. اعتبار الشيء على صفة. وأخيرا ب استأسد الرجل يعني حسب روحه صيد. شنو يعني حسب روحه أسد؟ بروحه أسد. استأسد التشبه بالشيء. هذاك التشبه بالشيء. هذا بالنسبة لاستفعل. به إحمار راه مش ديما دارج الوزن هذا. إحمار وجه الفتاة يعني ولا أحمر وجهه أحمر. هذا معناها الاتصاف بصفة. نحطوا بلون لهناخي هاكا بلون. هذا بالنسبة لي افعال. لا نمشيو للاخرين بالكل اللي هو افعوا على. ناخذوا الاولى اعشوا شابت الارض يعني عباره. انا جيت قلت لكم راهي الارض تعبيت بالعشيش تعبيت تعبيت للفوق. اذا مولي اتعشبا هنا تحسها شويه تدخل في باب المبالغه والتكثير. المبالغة والتكثير. ب وعندنا زاد معنى احدودب ظهر احدودب ظهر الرجل. شنو صار للظهر بتاعه؟ شنو صار؟
يعني ظهر تقوس، في تقوس ظهر الإنسان يعني، واللي عنده شنو قلتي أمين؟ صيرورة؟ لا لا لا، ما هو عندنا حداودة بقى يعني شو ولا عنده بقى، واحد عنده كعبورة في ظهره، ذاك شو يقولوا علينا، يقولوا له معاق، معاق يعني الاتصاف بعيب. الاتصاف بعيب، أنا قلت لكم ديما خدموا فيها مخاخكم في المعنى. هذا بالنسبة لمعاني المزيد كلها، بالنسبة للمزيد بحرف، المزيد بحرفين، المزيد بثلاثة حروف. وراي بالحق راي ما نجموش نحن من لهذه المعاني لا تتضح إلا من خلال السياق، كان بسياق الجملة باش نجم نفهم نخرج، المهم المعنى ما نخرجه وبعد نفهم بالسياق. شكون عنده سؤال في الدروس الكل بالنسبة لدرس النداء، الدرس الممدود والمنقوص والمقصور والدعاء والجملة المختزلة، شكون عنده سؤال؟ ما عنديش مدام. صافا مدام. باهي، اللي نوصيكم بيه ديما اقراوا الاسئلة نتاع النص بالكدا بالكدا وتجاوبوا عليه من النص، ما تخرجوش على النص. بالنسبة للغة، اللغة راجعوا اللي تراجعوا راكم باش تلقوه، صحيح تلقوا، مش تراجع القاعدة باش تلقى القاعدة، باش تلقى معناها جملة مثلا باش تنتجها ولا حاجة انطلاقا من القاعدة هذيك. الجملة الانتاج الكتابي باش نوصيكم عليه، الانتاج الكتابي اللي تحت النص. باهي، نقولوا نحن نطلب منك قال لك البروف باش تعمل جملة توصف فيها المرأة المعنفة ولا المرأة في المجال السياسي وباش تستعمل أفعال مزيدة. أنتوا باش تعملوا في ورقة وسخ، ناخذ ورقة وسخ ونكتب ثلاثة ولا أربع أفعال مزيدة نوصف بهم المرأة، ومن بعد هذوكم ندخلهم في وسط الفقرة، معناها باش وأنا نخدم في فقرتي نعمل هيك الأفعال المزيدة اللي كتبتهم في ورقة وسخ، باش أنا الظاهرة اللي طلبني منها البروف نحطها في الإنتاج، على خاطر ديما نتحاسبوا على الكلام اللي نقولوه وعلى الظاهرة المطلوبة منا، فهمتوا؟ نص الإعداد على الظاهرة المطلوبة منا، فهمنا؟ ركزوا بالبداية وحظا موفقا وإلى اللقاء.